بيكم معنا في حلقة جديدة من أميرة في المطبخ على سي بي سي سفرة. معاكم على الهواء إن شاء الله من 4 لـ5. مستنية كل تليفوناتكم على 236، الاس ام اس على 92173. النهاردة معنا حلقة لطيفة جدا زي ما احنا وعدناكم من أول الشهر، إن احنا الشهر متقسم عندنا حلقات مجمعة من كل الطلبات اللي طلبتوها، معظمها سهل وبسيط وسريع وبيوافق الأطفال والجامعة والسناكس وكل الحاجات دي، ومعظمه بيتخزن. والجزء الثاني عندنا حاجات الكريسماس والنيو يير، الأعياد. والجزء الثالث عندنا الحاجات البيتي اللي بنعملها في البيت ونحتفظ بيها عشان ما نشتريش من بره. فإحنا النهاردة عندنا عجينة، ودي حاجة نعرفها لوحدها كده ونذاكرها لأي حاجة. وعندنا البرجر هنعمله بطريقة برضو مختلفة عن اللي احنا عملناه الأسبوع اللي فات. ادي وصفتين هنحطهم بقى مع بعض ونعمل بيهم ساندويتش، وصفة ثالثة وتقدروا ان انتوا تحتفظوا بيها في الفريزر بعد ما تعملوها. عندنا مكعبات من الليمون، وعندنا كمان النهاردة بيتزا، بس هنعمل بيتزا بالأرنبيط. فاستنونا كده ونشوف الوصفات هتبقى عاملة ازاي، وهنجاوب على كل الأسئلة اللي ما جاوبناش عليها الأسبوع اللي فات، هنجاوب عليها النهاردة إن شاء الله. طيب تعالوا نبدأ. أول حاجة عندنا العجينة، احنا عملنا مع بعض كذا مرة العجينة، فاحنا هننزل لكم دلوقتي المقدار على الشاشة. بتحطوا كل المقادير الجافة مع بعضها، بعدين بتنزلوا عليها بالزبادي، وبعد كده بزيت الزيتون، وبعد كده بالمية، لأن المية بنبتدي بقى ننزلها واحدة واحدة لحد ما نشوف العجينة لمت معانا. لمت بنوقف السائل ونفضل نضرب فيها 10 دقايق، نسيبها تخمر بعد ما بنكون عملناها كور، ومقاس الكور انتوا حرين فيه حسب مقاس الساندوتش عايزينه يطلع ازاي. العجينة السحرية بتتعمل لوحدها كده، تطلع عيش، تتحشي حلو وتتحشي حادق. هنحشيها النهاردة بلحمة مفرومة، ملح وفلفل، كاتشب، وسترشاير صوص، مستردة، سكر بني. تمام. هنعمل ايه في البولة؟ هحط اللحمة، الحشو بتاعي اهو. طبعا عايزين تحطوا نوع من انواع البرجرز اللي احنا عملناها الاسبوع اللي فات، مفيش مشكلة خالص. عايزين تحطوا اي حشوة انتوا حرين، يعني احنا بنوريكوا افكار. انا دي هقسمها 4. تمام اوكي. وبعدين هنزل عليها ملح وفلفل، وزي ما احنا متعودين يعني ايد بنشتغل بيها والايد التانية بنسيبها نضيفة عشان ايه نعرف نتعامل. هننزل الملح، الفلفل، الوستر شاير صوص، ما عندكوش استخدموا صويا صوص. هننزل المستردة، هجيب معلقة مش عايزة اوسخها كلها عشان لو ما استخدمتهاش كلها. المستردة، الكاتشب، عايزين تحطوا هوت صوص حطوا، عايزين تحطوا بيضة حطوا، عايزين تحطوا شوية باربيكيو صوص حطوا. كل واحد يحط الحاجة اللي هو حبيبها. طيب اسم الوصفة عندكم أكواب، ممكن جدا تاخدوا العجينة دي. أنا هحط شوية بس سكر بني بسيط قوي، يعني قد معلقة كده، معلقة شاي، مفيش حطوا سكر عادي. ليه بقى؟ ممكن تجيبوا العجينة اللي احنا عملناها دي، العجينة السحرية، بعد ما خمرناها وتحطوها في الصينية بتاعت الكب كيكس وتفردوها زي البيتزا كده، وبعدين تحطوا جواها اللحمة. بس انا قبل الهوا على طول لقيت ان احنا لو عملناها كده هتبقى اسهل كتير في التخزين، فعشان كده غيرت رأيي. يا ساندرا، ساندرا، ساندرا لسه معانا؟ كلميني تاني يا ساندرا. طيب عملنا ايه؟ عجلنا ده كويس جدا كده كله مع بعضه اهو. اوكي اوكي. طيب بما اني انا هسوي العجينه مع الحشو، يبقى نصيحتي الوحيده ليكم ان العجينه والحشو ما يكونوش تخان قوي عشان يلحقوا يستووا ويستووا في نفس الوقت. دي حاجة. الحاجة التانية، درجة الحرارة عالية جدا في الفرن عشان الحشو ما ينزلش ميته والعجينة ما تنشفش. تمام. الشواية دايما بنسيبها للآخر عشان اللون ما يتحرقش مني والحاجة من جوه لسه ما استوتش. لو حسيت ان هي خلاص استوت ومحتاجة اديها لون، اولع الشواية اخر دقيقتين. طيب
الحجم بتاع الساندوتش برضو انتوا حرين فيه، وهاخد هاجر وانا بفتح الجبنه. يا هاجر. هاجر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. اموري يا هاجر، بس انا عايزه استشير حضرتك في حاجه. طبعا اموري. انا ابني عنده 7 اشهر، جاله نزله معويه. النزله المعويه عملت له جفاف. طب هو كل ايه عشان يجيله نزله معويه؟ انا للاسف يعني انا اكلته شيش طاووق. طيب معلش، حصل خير. طيب وبعد كده جاله جفاف. طيب بعد كده جاله جفاف. طيب فدلوقتي كل ما اجي اكله حاجه عنده قرفه، مش عايز ياكل اي حاجه. طيب مفيش حاجه بتقعد في بطنه. طيب هو راح لدكتور واخد الادويه المظبوطه واديتي له محلول معالجه الجفاف وتعلق له محاليل؟ طيب وبياخد محلول معالجه الجفاف ولا لا؟ معايا انا بديله، بس طيب. هو برضه بيرجعه، انا اعمل ايه؟ طيب حاضر، انا هقول لك. حاضر، عينيا، الف سلامه عليه اولا طبعا، ثانيا ده حاجه نستفيد منها كلنا، انه احنا 7 شهور انه ياكل شيش طاووق، دي حاجه تقيله جدا على معدته. ودي مناسبه ان احنا شغالين بقى كده نقول الاطفال المفروض ياكلوا ايه ويبداوا بايه. احنا اولا البروتين، المفروض ان البروتين ما يخشش قبل 9 شهور لسنه. البروتين ما يخشش قبل كده، اللي هو البروتين الحيواني. ولما بنبتدي ندخله بندخله مسلوق، ما بندخلوش لا مشوي ولا مقلي ولا يعني متسبك ولا الكلام ده خالص خالص، بندخله مسلوق فقط لا غير. بنبدا بالسمك وبعده الفراخ وفي الاخر خالص اللحمه. لازم يكونوا مستويين كويس جدا، والبورشن او الكميه تكون قليله جدا في الاول. فدي حاجه معلش يعني نستفيد منها كلنا، ما يجراش حاجه، كلنا بنغلط. تاني حاجه السوائل، يعني انت خلاص انت دلوقتي وقفي خالص اللحوم، ما تدخليش لحوم خالص عند سن 7 شهور ده. السوائل مهمه جدا، شوفي هو بيحب ايه اديهوله بكثره. وممكن تحطي فيه محلول معالجة الجفاف، مش لازم يبقى في مية لأن هو بيخلي الواحد يرجع. فممكن تحطي له حاجة في سائل عادي. 7 شهور ما بنحطش لا سكر ولا ملح ولا عسل. هنبتدي نحط نديله تاني، نرجع تاني خطوتين لورا. هنديله الفاكهة نكون سلقينها خفيف وضربينها كويس جدا جدا جدا. هنديله الخضار بنفس الطريقه، والقرفه دي هتفضل عنده طول ما بطنه مش مظبوطه، هيفضل عنده قرفه وهيفضل يرجع، فده شيء طبيعي. اهم حاجه دلوقتي، اهم من الاكل، السوائل، لان الجفاف خطر جدا عليه. غير كده مش مهم بالنسبه لي اي حاجه دلوقتي. ونفضل طبعا متابعين عند الدكتور واحده واحده لحد ما ان شاء الله الدور يعدي على خير. العجينة اهي احنا بنفردها، ومعانا نادية. الو، ايوه، السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اميرة؟ زي حضرتك، عاملة ايه؟ الحمد لله. انا من فضلك بسأل على الجبنة المقلية. الموتزاريلا عاملها ازاي؟ انا عارفة لا، الجبنة الحلوم. اوكي، شوي ولا قلية؟ لا قلية. قلية او شوي. انا جربت اعملها او احطها على الجريل، بس لقيتها بتسيح خالص. كانت متجمدة ولا لا؟ كانت بطلعها شويه تفك. لا، ما هي مش المفروض تفك عشان ما تسيحش، يعني لازم تبقى مجمده. تطلعيها من الفريزر، تقطعيها وتديها لو هتقليها هتديها الدقيق بيض بقسماط، والبقسماط يكون منكه زي ما انت عايزه. حطي توم بودره، بصل بودره، زعتر، بابريكا كده يعني، وملح وفلفل طبعا. لو هتشويها بنعملها بس بالدقيق، ولازم تكون مجمده عشان ما تسيحش منك. لانها بتسيح بسهوله جدا. ما هي فعلا بتسيح خالص. بالظبط. طيب ميرسي، نورتيني يا ناديه، نورتيني حبيبتي. بصوا انا فردت كده واحنا معانا التليفونات العجاين بتاعتنا. طبعا عايزين تستخدموا نشا، بستخدمه انا، بحاول ان انا اسهل. وبعدين هبتدي اجيب العجينه بتاعتي، انا اسفه، الحشوه بتاعتي اللي هي البرجر، وابتدي اقفل عليها تاني اهو. عايزين بقى الشكل اهو، نعمل كده. اوكي، اهم حاجه بعد ما بعمل الشكل ايا كان هو ايه، ببتدي اجيب الحشوه اللي عندي واضغط عليها بايدي. مش عايزه حتت تبقى عاليه وحتت تبقى واطيه عشان السوى. اهو كده،
كده نص هلال. ماشي، عايزين نعمل شكل تاني ونعمله مقفول خالص بن، ونلم العجينة خالص هنا ونقفل. يا أحمد ماشي برضو. أحمد. أيوة. أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد. الحمد لله، كنت عايز أسأل عن طريقة عمل البيتزا. حاضر عنيا. طب أول حاجة، العجينة اللي احنا عاملينها دي ينفع يتعمل بيها بيتزا؟ عشان أنا عارفة إن السؤال ده هيجي في الحلقة دي. أول حاجة. تاني حاجة، لو احنا عايزين نعمل عجينة البيتزا الأصلية، بجيب كيلو دقيق، بديله معلقتين خميرة فورية، معلقتين سكر، 3 معالق زيت زيتون، بحط ملح وفلفل وثوم بودرة وبصل بودرة وزعتر، وبعدين بنزل عليهم 600 ملي من المية الدافية، بسيبها تتعجن كويس جدا الأول، وبعدين بسيبها تتخمر، وبعدين باخدها اشكلها وافردها واعمل لها الصوص بتاعها واحط اي توبنج انا عايزاه. دي البيتزا اهو، وادي واحده كمان بس انا افرد كده الحشو. اهم حاجه تقفيل العجينه عشان ما تفكش مننا، وتاني حاجه الفرده بتاعه الحشو عشان ما يبقاش عندي حتت نيه وحتت مستويه. درجه حراره الفرن 200، الشوايه مش شغاله في الاول. بيجي لي اسئله كتير جدا، الافران الاحسن الكهرباء ولا الغاز؟ انا ما يفرقش معايا كهرباء ولا غاز، لكن يفرق معايا ال درجات الحراره، ويفرق معايا كمان اللي اسمها ايه دي، المروحه. ايوه شكرا. المروحه اهم حاجه عندي، انه يعني الافضل دايما للخبز وللكيكات والحاجات دي ان يبقى عندي مروحه في الفرن. بعد كده بقى غاز او غير غاز براحتكم. يا امل. ايوه مساء الخير. مساء النور. إيه كنت عاوزه اسال حضرتك دلوقتي، البيكنج باودر عامل لي مشكله، مفيش طريقه اعرفه اذا كان كويس او وحش. تحطيه على الميه، تحطيه على الميه لو فار عمل فوران يبقى مظبوط، لو ما عملش فوران يبقى مش مظبوط. طب احط ميه قد ايه يعني؟ شويه صغيرين كده، ده تيست يعني. لا يعني نص كوبايه مثلا كده. لمجرد التست يعني. طب وبعد كده، طب افرجي حضرتك كويس، احطه بالميه على الكيكه؟ لا احنا بنعمل بس التست، تحطي معلقه منه على نص كوبايه الميه للتست، يبقى الكيس ده مظبوط، نكمل بقى شغل بيه. طب يا حبيبتي ميرسي، نورتيني، اهلا وسهلا. اهو ده سؤال والله العظيم محترم جدا، وعايزين بقى ده نعمل بيه الجبنه. بصوا، عشان لو احنا عايزين نستخدم الجبنه، بحط جبنه هنا اهو، وبعدين بحط اللحمه كده، وبعدين بستخدم الجبنه تاني اهو، لعشاق الجبنه زي كده. انا الحاجه لو ما فيهاش جبنه ما اعرفش اكلها كده، وبعدين ابتدي اقفل. رضوى بتسالني هل ده ينفع يبقى حواوشي؟ جدا الحواوشي ينفع جدا بالعجينه دي والحشو. طبعا هقول لكم بقى طريقه الحواوشي، لان احنا جالنا سؤال عن الحواوشي الاسكندراني يوم الخميس. الحواوشي بيبقى لحمة مفرومة، بصل مفروم، فلفل رومي أو حامي أو الاتنين مفرومين، طماطم من غير البزر بتاعها ولا القشر، ومعلقة من الطحينة، بهارات حواوشي 7 بهارات، ملح وفلفل، وبدعك كل ده مع بعضه كويس جدا، وحطه في العجينة السحرية، وأحط سمسم، حبة البركة زي ما انتوا عايزين، ودخله الفرن. هو أصلا العجينة بتاعته بتتعمل ب العجينة البسيطة اللي هي دقيق، رشة ملح، وانزل بالمية لحد ما العجينة تلم معايا وتبقى خلاص العجينة كده جاهزة للحواوشي. عايزين تعملوها بالعجينة دي قوي قوي. يلا هنحط دول على الصاج، هندخل الصاج الفرن على درجة حرارة 220 لمدة من للحجم ده من ربع ساعة لتلت ساعة تقريبا، ونطلع فاصل ونرجع. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. قبل الفاصل احنا عملنا مع بعض العجينة السحرية، حشيناها بحشوة البرجر للولاد، تعملوها احجام اصغر خالص، اعياد ميلاد، حفلات،
سناك لينا في الشغل في الجامعة، عشاء خفيف، غدا ظريف وجنبه سلطة لذيذة جدا. زي ما انتم شايفين كده هي خلاص جهزت، انا هديها دقيقة واحدة كمان ونطلعها مع بعض. درجة الحرارة 200-220 يعني على ما بين الوسط وأعلى حاجة عندنا، والشواية عندنا مش شغالة لحد ما أخد السوى المظبوط للحشو وللعجينة وبعدين أبتدي أشغل الشواية. أدي أول حاجة. تاني حاجة دلوقتي عندنا وصفة الحلو النهاردة، وصفة البارات الليمون أو الليمون بارز، دي لطيفة جدا وسريعة وكل المكونات موجودة في البيت ولطيفة قوي للي بيحبوا الليمون. ممكن جدا نغير الطعم اللي فيها، نحط بشر برتقان وعصير برتقان بنفس الكميات وبنفس المقدار، هتبقى بالبرتقان. ممكن نعملها بالفانيليا لو هنحط العصير بداله لبن أو مية، ونحط بدل البشر بتاع البرتقان أو الليمون فانيليا. تعالوا بقى نشوف هنعمل إيه للقاعدة أو أول يعني طبقة فيها اللي هتخش الفرن. عندي نص كوباية زبدة في درجة حرارة الغرفة، كوباية من الدقيق، ربع كوباية من السكر البودرة، نص معلقة كبيرة من بشر الليمون، معلقة كبيرة من ايه الاخرانية دي بقى، عصير، اوكي عصير الليمون. بعد كده عندي بعد ما هتخش الفرن لمدة 15 دقيقة هتطلع، هنديها الفيلنج بتاعها او اول توبينج ليها، كوباية سكر ابيض سنترافيش عادي خالص، معلقتين دقيق، معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح، اتنين بيضة، معلقتين كبار عصير ليمون وبشر ليمون. لما تطلع خالص وتبرد هنديها سكر بودرة متدوب فيه شوية ليمون، وكل اللي أنا قلته ده هنستبدله بعصير برتقان أو بشر وبشر برتقان أو بلبن وفانيليا عشان تعملوا الطعم اللي انتوا عايزينه. عايزين تعملوها بالشوكولاتة بنشيل من الدقيق ونحط كاكاو خام. تعالوا بقى نبدأ أول خطوة. يا زياد دقيق. ايوه يا زياد ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضل يا زياد. رشه ملح. عايز صينيه الكوبيبه. حاضر، عينيا. نزلوا لنا الكوبيبه يا شباب. دقيق، رشه الملح، السكر. نتاكد دايما لما نكون بنستخدم مقدار ان المقدار كله نزل عندنا مش في بواقي عشان مش هيطلع مظبوط. يعني انتوا بتحسوا ان الكمية قليلة لكن هي هتفرق. بهدلت نفسي لسه. بشر الليمون ظريفة جدا كده، حاجة لا هي كيك ولا هي بسكوت، يعني حاجة في النص كده. عصير الليمون، الكوبيبة معاكو، اشكركم جدا. احنا بنضرب كل المكونات كويس جدا 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 مع بعض وبعدين بنحطها في الصينية او بنشكلها بايدينا. بس لو احنا هنشكلها بايدينا ونقليها يبقى ما بنعجنهاش بايدينا، بنعجنها في العجان بتاع اللحم او في الكبة. بعد كده بناخدها نشكلها. عايزين تحشوها عصاج وصنوبر اوكي، عايزين عصاج وبقدونس اوكي، مش عايزين حشوة خالص اوكي. هنا احنا حطينا كل المكونات وبدأنا اهون نخلط، هنبتدي بقى ننزل الزبدة بتاعتنا مكعب مكعب كده ونعلي. دقيقة واحدة وهنطلعه. بصوا زي التارت او زي البسكوت نفس القوام كده. كل ما العجينه بتاعه البسكوتات بالذات البسكوتات بتبقى مرمله كل ما بيطلع بعد كده ناعم وحلو، ما بيطلعش قاسي، فما نزودش عليه يعني مش زي بقيه العجاين عشان يفضل طري وحلو. مين معانا؟ شيرين. ايوه السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام امين؟ اهلا وسهلا. ازيك يا شيرين عامله ايه؟ الله يخليك. اموري يا حبيبتي. انا طلبت من حضرتك الاسبوع اللي فات السويس رول. السويس رول هنعمله الاسبوع الجاي يوم ايه؟
الاسبوع ده بكره، بكره عندنا سويس رول يا شيرين، ما تقلقيش طلباتكم كلها مجابه. الاسبوع بكره ان شاء الله باذن الله عندنا وصفه السويس رول، تابعينا ان شاء الله وتشوفيها معانا بالتفصيل. حاسه ان الطبق كبير شويه، عايزه اجيب له حاجه اصغر عشان ده كبير قوي هيبقى رفيع. اهو عايزه افرد العجينه بتاعتي هنا، عجينه بسكوت زي ما انتم شايفين كده لطيفه جدا. نفرد طبقه رفيعه، خلوا بالكم ان الزبده كتيره، فاللي هيحصل انها اول ما تخش الفرن هتنفش. ف واحنا كده كده عايزين البارز تكون رفيعه، مش عايزاها تكون تخينه، فمش عايزه الطبقه دي تبقى كبيره زياده عن اللزوم. اهي اتاكد اهم حاجه عندي ان السوى السمك يعني واحد عشان التسويه، مفيش حاجه عندي تتحرق وحته تفضل نيه. يا ام حمزه مساء الخير. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا ام حمزه، عامله ايه؟ الحمد لله. اؤمري. الله يخليك. بص انا عندي عايز اعرف الحواوشي. حاضر. وعندي فراخ وسبانخ. تمام. عايزه تقولي لي بقى على طريقه، بس يا ريت تقولي امي عشان اكتبه عشان انا ما استندراش يعني. حاضر، عينيا الاثنين، عينيا ليكي. حاضر من عيني. بصوا عملناها ازاي، سبانخ وفراخ وحواوشي. يا مدام روحيه ازيك يا مدام اميره، اهلا وسهلا. تسلم ايديك على التمرين ده كله. تسلمي، ربنا يخليكي. اخبار حضرتك ايه؟ الله يبارك فيك يا بنتي ويخليكي يا رب يخليكي. حضرتك اموري العجينه اللي انت عملتيها الاول اللي فيها اللحمه المفرومه، لو أيوة. انا عايزه اعملها بالفول الصويا نعملها زي اللحمه المفرومه تنفع؟ لان احنا طايمين يعني. طبعا تنفع. للصيام. حاضر، هقول لحضرتك بس هنشيل ايه ونحط ايه. عينيا. حاضر. طيب العجينة السحرية عشان نخليها صيامي هنشيل منها بس الزبادي. احنا ما انا هجاوب. العجينة نفسها هشيل منها بس الزبادي، حطيت فيها زيت الزيتون، حطيت فيها المية، تمام صيامي مفيش مشكلة خالص. شلنا الزبادي ومش هنحط مكانه حاجة، مفيش مشكلة خالص. في الحالة دي هي هتاخد مننا شوية مية زيادة، بس احنا كده كده ما عندناش مقدار مية، بننزله واحدة واحدة. تعالوا بقى للحشوة، عايزة اعملها بفول الصويا، مش هقدر اعملها باللحمة عشان الصيام. هعمل ايه بقى؟ هجيب بتنجان، بتنجان رومي، هقطعه مكعبات صغيرة جدا يعني يكاد يكون مفروم زي اللحمة المفرومة كده. عايزين تحمروه حمروه، عايزين تشوحوه على النار بمعلقتين زيت شوحوه، عايزين تشوفوه في الفرن اشوه، الطريقة اللي تناسبكم. هقلبه كويس جدا جدا، وهجيب نص كمية البتنجان فول الصويا من عند العطار، هجيبه هغسله كويس جدا، هنقعه بمية دافية، وبعدين هاخده أصفيه هحطه في الكبة، هلفه لفتين في الكبه فهيبقى مفروم. هنزله بقى على النار مع البتنجان اشوحه معاه، واحط بقى كل الحاجات اللي احنا عايزينها. عايزين تحطوا بصل، فلفل رومي، طماطم، ملح وفلفل، بهارات، حطوا يعني المنكهات اللي انتوا عايزينها. هنقلب كله مع بعضه سواء على النار او في بوله، مش هيفرق معايا في حاجه خالص. وبعدين هحطه كحشو واقفل وادخلها تستوي، مش هتحسوا خالص انها مش لحمه. العجينه زي ما انتوا شايفين كده اهو، بصوا استوت من تحت استوت من فوق، وفي نفس الوقت لو قربتوا هتلاقوا قد ايه هي بصوا طريه. واخدين بالكوا اهي، عيش طري خالص، ما عنديش اي حاجه ناشفه. يبقى احنا كده ماشيين بالمظبوط. نطلع بوله نجهز الحشوه بتاعه البار بتاع الليمون. يا ماجده. ايوه اهلا وسهلا يا مدام ماجده. اهلا بيكي، اتفضلي. الله يخليكي. لو سمحتي كنت عايزه العجينه السحريه اللي عملتها من شويه بالحشوه بتاعتها بمقاديرها. حاضر حاضر عينيا، حاضر عينيا. البوله اهي يا جماعه، ونبتدي ننزل المقادير بتاعتنا. سكر ابيض، سكر عادي خالص بتاع الاكل بتاعنا، دقيق، والدقيق معاه البيكنج باودر ومعاه رشه الملح. ننزلهم هنا يا بوسي، ونقلب مع بشر الليمون الاول كويس جدا. بوسي الو السلام عليكم. ازيك يا بوسي، عامله ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله.
انا بحبك قوي. انا كمان بحبك قوي يا حبيبتي. اخبارك ايه؟ انت عندك كام سنه؟ عايزه اعرف طريقه عمل التورته. التورته حاضر. عينيا عينيا الاثنين. هنزل البيض، العجينه السحريه معاكم على الشاشه، بخلط كل المواد الجافه مع بعضها، بنزل بعد كده بالزبادي وزيت الزيتون، بعد كده بنزل بالميه واحده واحده لحد ما العجينه تقفل عندي، بخلطها لمده 10 دقائق، بعجن كويس جدا، وبعد كده بحط لها بسيبها بقى تخمر واحط لها الحشو اللي انا عايزاه. مفيش مشكله خالص، هنعملها صيامي، هنشيل الزبادي. بصوا حطينا كل المقادير هنا مع بعضها وخلطناها، وبعدين هننزل عليها بعصير الليمون. يا الاء. الو. اهلا وسهلا. الو مساء الخير، عامله ايه؟ مساء النور، ازيك يا الاء، عامله ايه؟ الحمد لله تمام، ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي، اموري. بقول لك بعد اذنك، انا امبارح اشتريت ممبار بس انا مش حاسه ان هو نظيف قوي، انا اول مره اجيبه وعايزه اعمله، فانا عايزه اطلب من حضرتك بس طلب، عايزاكي تقولي لي انضفه ازاي كويس قوي. عينيا. وعايزه اعرف بس الحشوه بتاعته اطلعها طعمها حلو ازاي. هقول لك كل تفاصيل الممبار حالا. حاضر. عينيا يا قلبي. بصوا هدي بقى شويه نقدر نتعامل معاه. ناخده هنا. بعد ما سوينا كده اشيل في الفريزر واطلع على التسخين. عايزين تشيلوه مش مستوي وبعدين تطلعوه على السوا على طول، برده مفيش اي مانع، مش هيجرى له اي حاجه. اهم حاجه اي حاجه بتتشال في الفريزر يا جماعه تتكيس كويس جدا عشان ما يخشلهاش لا طعم ولا ريحه ولا تلج، غير كده مفيش مشاكل خالص. هنا ايه الاخبار؟ فاضل لنا هنا نقول 5 دقائق في الفرن. تعالوا في الوقت ده نجاوب على الاسئله. حاضر. هنجاوب على الممبار. بصوا الممبار، انا بجيب الممبار من عند اي مكان احنا اشتريناه منه، بجيب ظهر السكينه مش الحته الحاده فيها، ظهرها، بحط الممبار على الحوض وببتدي اكحت بالراحه خالص من غير ما اقطعه وانزل كل اللي فيه، وبعدين بقلبه على الحنفيه، بحطه في الحنفيه واقلب الحته اللي انا نظفتها لجوه، وبالتالي الميه بتاخد اي حاجه زياده وبتنزلها، وبجيب اللي انا قلبته ده واقوم تاني كحته كده منزله كل حاجه، بنقعه في ميه ودقيق وملح وعصير ليمون، هيطلع زي الفل. خلاص هو كده نضف. بجيب بقى اعمل الخلطه، رز مصري منقوع ومغسول ومتصفي، بقدونس وشبت وكزبره متقطعين رفيع خالص، طماطم مبشوره من غير القشر بتاعها، بصل مفروم ناعم، ثوم مفروم ناعم. نيجي للتتبيله، بحط صلصه، بحط سكر، بحط زيت، بحط ملح وفلفل، 7 بهارات قرفه، وبحط نقطه سكر. قلبت كل ده مع بعضه، عايزين تحطوا كمان، انا بحط شخصيا نعناع ناشف. بقلب كل ده كويس جدا مع بعضه، وبحط له لحمه متعصجه يعني مستويه، شويه صغيرين قوي على شويه الرز، مش عايزين تحطوا خالص ما تحطوش. قلبنا كويس جدا، بنبتدي بقى نحشي القمع. نحشي كويس جدا وبعدين نقطع بالسكينه الحجم اللي احنا عايزينه. اهم حاجه في الممبار ان احنا نبططه بعد ما حشيناه، ما نسيبوش تخين عشان ما يفرقعش. بعد كده بجيب ميه سخنه فيها كل المنكهات اللي انتوا عايزينها، اسلقه، اشيله، اهديه خالص ويبرد، ابتدي اقليه. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. ما عملتش حاجه خالص في الفاصل من غيركم، احنا كنا جهزنا التوبنج الاولاني بتاع البراط الليمون، دخلنا مع بعض اول طبقه منه اللي هي عباره عن البسكوت بتاعه اللي برده بطعم الليمون، حطيناه في الفرن لمده ربع ساعه. بعد كده هنديله التوبنج اللي احنا جهزناه اهو، وهندخله تاني الفرن لمدة من 10 دقائق لربع ساعة برضو، لحد ما التوبينج بتاعه ده يستوي اهو. برضو نتأكد ان هي الكثافة واحدة، وندخله تاني الفرن. اما ندخله الفرن ويطلع هنسيبه يبرد خالص قبل ما نحط عليه السكر البودر اهو.
ونسيبه يستوي، هياخد برضو حوالي ربع ساعة لحد ما يستوي كويس جدا، هيفضل كريسبي كده. تعالوا معانا هنا نشوف كده القوام بتاعه عامل ازاي اهو. عارفين قوام شوية المرنج بس على قطرة اهو. هنعمله ايه بقى؟ هنسيبه يهدى الاول خالص تماما زي ما احنا عملنا كده قبل الهواء، وبعدين هقوم جايبة السكر البودرة، وفي الوصفة دي لازم يكون السكر بودرة، هحطه هنا. بعدين عصير الليمون ينزل واحدة واحدة، لو احنا عملنا بالبرتقال هنستخدم عصير البرتقال، لو احنا عملنا باللبن هنستخدم لبن او حتى مية، مفيش مشكلة خالص اهو. اهم حاجة لما تنزلوا السائل تستنوا شوية، لانه كل ما هخلط كل ما السكر هيسيل اكتر مع الحرارة، فما نستعجلش عشان انا عايزاه ماسك نفسه شوية، فهي المرحلة دي محتاجة ايه صبر يعني، مش كله مرة واحدة اهو. نخلط اهو كده، خلطنا تمام. تمام يا ام يوسف كده كويس قوي. تعالوا نروح نحطه هناك يا ام يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام يوسف؟ حبيبتي وحشتيني يا قمر والله. ربنا يخليكي تسلمي لي. اموري يا ام يوسف. خليك صيف وشتا والله دايما منوره. تسلمي لي، ربنا يخليكي، عينيكي اللي حلوه كتر خيرك. ربنا يكرمك. معلش اميره كنت عايزه بس طريقه خطوات الفتة الشامي الفتة السوري. واعملي لنا حلقه لصلاه المربات بحياتي. مربات؟ بس عايزين الحاجات دي. حاضر، عينيا عينيا. هنعمل حلقه عن المربات وحلقه عن المخللات وحلقه عن الصوصات، عينيا الاثنين. وحالا دلوقتي هقول لحضرتك الفته الشامي. عينيا نورتيني يا ام يوسف. بصوا احنا بنحاول نحط كده يعني، بنحاول نحط بشكل، لكن هو مش ضروري ولا حاجه، بس انا عايزه ايه يبقى على كل القطع عشان لما نيجي نقطعها نعمل منها البار، تبقى كل واحده واخده شويه من التوبنج اللي احنا عملناه ده، وبعدين بنقطعها وبنخليها ايه. عايزين تعملوها بالطول تعملوها يعني، طبعا الاحجام انتوا حرين فيها، لطيفه جدا مع الشاي، عندنا ضيوف قاعدين بنذاكر قاعدين بنشتغل، ظريفه جدا جدا. وزي ما انتوا شايفين كده اللي في النص طري وتحت وفوق كريسبي، فحاجه يعني ايه لطيفه جدا. يلا تعالوا بقى ايه نبدا في الوصفه اللي بعدها على طول. عندي هنا قرنبيط، القرنبيط تسلقوه نص سلقه او تشووه في الفرن. عندي جبنه موتزاريلا وبارميزان مبشورين، عندي بيضه كامله، بيضه واخده منها البياض بس، وعندي اوريجانو، وعندي ملح وفلفل، اوريجانو زعتر، اي حاجه انتوا عايزينها بقى اللي موجود في البيت استخدموه، مفيش مشكله ما توتروش نفسكم. هاخد شويه القرنبيط هنا، هاخد عليهم الجبن موتزاريلا بارميجان، ما عندناش استخدمه رومي، ما تقيدوش نفسكم. بيضه واحده واخده البياض بتاعها، والبيضه الثانيه هستخدم البيضه كامله. شوية زعتر أو أوريجانو أو نعناع أو أي حاجة، ملح، فلفل، كمان الكمون يمشي هنا في الوصفة دي كويس جدا، وأشغل الكبة. هنخلط كويس جدا، لما تختلط كويس قوي هجيب الصينية هدهنها بالزيت، زيت زيتون زيت ذرة زي ما انتوا عايزين مفيش مشكلة خالص. وبعدين اخد اللي احنا ضربناه مع بعضه ده، عاملين احنا كده بيتزا بالقرنبيط، القاعدة بتاعتها مش دقيق، القاعدة بتاعتها قرنبيط. هاخد القرنبيط هنا وبظهر المعلقة، أهم حاجة إن أنا أسويه كله كويس جدا مع بعضه،
ما تخافوش، مش هتحسوا بطعم القرنبيط خالص ولا ريحته ولا هتتضايقوا منه. اهم حاجه في تسويه القرنبيط الكمون، وانتوا بتسلقوه تحطوا الكمون، مش هتحسوا خالص بالكلام ده. ومعلقه كمان لبن بودره، مش هتحسوا بقى باي حاجه. اهو سوينا كويس قوي وضغطنا كويس قوي عشان ما يفكش مني. اقوم مدخلاه الفرن لحد ما يستوي. البارز كمان، الله، اهي جهز. هدخل دي الفرن، لما تطلع هيبقى ده شكلها. هنعمل فيها ايه؟ عاملين صوص بيتزا. عملناه ازاي؟ زيت زيتون على النار، ثوم مفروم، بصل بودرة، ثوم بودرة، ملح وفلفل، معلقة سكر، معلقة صلصة، وعلى النار لحد ما عقد مع بعضه وبقى صوص بيتزا أو صوص مارينار. حطيناهم أهم. بعدين هياخد سلامي، لانشون، أي حاجة. استخدموا بقى اللانشون اللي احنا عملناه والسوسيس اللي احنا عملناه في البيت. بحب دايما احطهم تحت لانهم بيتلسعوا من النار فبيبقوا طعمهم مش قوي يعني، فاحب ان انا احطهم تحت دايما. شويه زيتون، طبعا ده اختياركم بقى، اي حاجه بس المهم تبقى مستويه. زيتون اسود، زيتون اخضر، فلفل الوان وبصل حسب الذوق برضو. اهو بصل، بحب انا دايما البصل الاحمر مع البيتزا اكتر من البصل الابيض عشان ما بيبقاش حاد قوي. وبعدين طبعا ملكه البيتزا الموتزاريلا على الوش. اشغل لها الشوايه وادخلها شوايه بس، حتى انا مش عايزه اي حاجه تانية، انا عايزه بس الشوايه تشتغل كويس جدا تديني الايه الوش ده وخلاص. بقى عندنا بيتزا من القرنبيط، مفيده جدا جدا وسريعه وسهله. طيب بالنسبه للفته الشامي، انا بجيب العيش الشامي بحمره في الزيت بعد ما بقطعه مكعبات، بديله ملح وفلفل اول ما بيطلع بحطه في الطبق. بعدين بسلق الفراخ كويس جدا سلقه كامله، بعمل لها تحميصه كده على النار بالزبده والملح والفلفل والقرفه والحبهان والمستكه. وبعدين باخد الفراخ بعمل رز بسويه بشوربه الفراخ اللي انا سلقتها ومعاه فص مستكه وفص حبهان، زبده، زيت، والشوربه بدل الميه والتوابل اللي قلنا عليها. بسويه سوا كامل، بحطه فوق العيش وهو سخن، وبعدين بحط الفراخ على الوش. وبعدين بعمل الصوص بتاع الفته اللي هو زبادي، طحينه، ملح وفلفل، وثوم. بقلب كل ده مع بعضه كويس جدا. عايزين تسخنوه سخنوه، عايزينه يبقى ساقع يبقى ساقع، عايزينه في درجه حراره الغرفه يبقى في درجه حراره الغرفه، زي ما انتم عايزين. وبحطه على الوش، وبعدين بزينها بشويه بقدونس وشويه لوز محمص. ايه تاني عندنا اسئله؟ قولوا لي. طيب تعالوا بس انا عايزه اتابع الفرن ثانيه واحده معلش، عشان انا طيب. التورته احنا عندنا التورته بتاعت الكريسماس امتى يا رضوى؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله هنعمل التورته بكل تفاصيلها، وبكره هنعمل ان شاء الله السويس رول بكل تفاصيله عشان نعمل منه اللوج بتاعه الكريسماس ونعمل كل ده. والاسبوع الجاي ان شاء الله عندنا التورته برده بكل تفاصيلها، بالكيكه الاسفنجيه، بكل التفاصيل دي. انا عايزاكم تشوفوا دي، بصوا جميله جميله جميله، بصوا طريه ازاي. تعالوا اجيبها لكم ثانيه واحده، طلبات المفاجأة دي سخنة سخنة سخنة. اهو بصوا طرية ازاي. بعد كده بقى لما بتمسك يعني بتهدى من السخونية، بتبقى الطبقة اللي تحت بسكوت، الطبقة اللي في النص زي الكاسترد كده شوية، وبعدين الطبقة اللي على الوش اللي هو السكر اللي احنا عملناه ده بالليمون. يعني وصفة فعلا لطيفة جدا وتغيير. يال يال، احنا عملنا ايه النهارده بقى؟ عملنا ايه النهارده؟ عملنا العجينه السحريه، عملنا حشيناها باللحمه فبقت زي ساندوتش كده منها فيها، وعملنا الليمون بارز او البارات اللي بالليمون،
وعملنا البيتزا، بس عملنا النهارده البيتزا بالارنبيط. اتمنى ان انتوا تجربوا كل الوصفات وتعجبكم. cbcsفره.com هتلاقوا عليها كل الوصفات. اميره شنب، برنامج اميره في المطبخ على الفيسبوك، هتلاقوا كل الوصفات متصوره ومكتوبه والفيديوهات. احنا معاكم كل يوم من الاحد للخميس من 4 ل 5 على الهواء. عندنا اعاده الساعه 2 الفجر، عندنا اعاده ثانيه الساعه 7 الصبح. تابعونا. Thank you.